إذا نواصلوا مع اتصال آخر على الخط، غنشوف في جيج مباشرة معنا عصام. مرحبا بك على راديو أصوات عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الحمد لله، مرحبا بك، تفضل. مرحبا الحمد لله سيدي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ترسي من رجليك؟ ترسي من رجلي وتبعت مع الطبيب، قال لي العملية في الشهر 4 اللي دز. تبعت معاه 5 شهور، قال لي نحيد لك الحديد، قال لي بغيتي قلت له مازال حيد. شنو قال لك نحيد لك؟ قال لي نحيد لك الحديد، عندي جوج حديدات في الشوفية، عندي تهريسة في الشوفية. حيد لي الحديد وقال لي زاد لي 45 يوم في الشهادة الطبية، ملي سالت هذيك الشهادة الطبية رجعت عنده. كان بغا يجيني شي حاجة مني، سولني على الشهادة التأمين اللي تبعت، ماشي رمز. قلت له راسي راسي اللي تبعت، قال لي صافي تسنى هنا، استشر مع هذيك الكاتبة ديالو، قال لي خرجت قالت لي راه قال لك الطبيب خاصني نرجع للبركة نمشي للخدمة. قلت له راه رجلي باقي ما ضراش ولا خدمني بهذا العكاز هذا وهادشي، قالت لي منك لي هادشي اللي قال لي. رجعت عنده قلت له راه رجلي كيفاش راه باقي ما ضراتش وكذا، قال لي ما عندي ما ندير لك حتى عند صحاب الاصفران. مشيت عند صحاب الاصفران قال لي حنا ما علينا ما نديرو، قال لي الا جبتينا شي شهاده طبيه نشدها من عندك. ومن بعد ما بغيت نتفاهم معايا مشيت عند واحد الطبيب اخر، درت عنده الراديو، قال لي الشهر شهاده طبيه، وقال لي علاش ما خديتش. دابا حيدتي الحديد، وشنو السؤال؟ شنو السؤال؟ شنو بغيتي تعرف بالضبط؟ بغيت نعرف غير واش عندي شي حق زعما، دابا هو بغى يجري عليا، باقي ما بريتش انا، باقي لي رجلي ما بغاش غير لي غاري. لا ما يقدرش يجري عليك تتسنف العمل، ولكن رجلي باقي ما سمحش لي باش نخدم. قال لي لا صافي راك جالس، راك كتخلص التعويضات العائليه، التعويضات اليوميه ديالك خلص فيهم، ولكن دابا راه حبست عندي راسي راجل ما جيتش الشهاده ديال الطبيب. لا خصك شهاده ديال الطبيب. دابا شوف سمعني مزيان، كتسمعني مزيان ياك؟ اه كنسمع. غتمشي عند الطبيب الاول اللي دار لك الحديد، كتقول له عطيني شهاده توقف العلاج بانني ما بقيتش. راه قال لي ما بغاش نمشي، عطيني قال لي لا باش لي هذيك الكتيبه اللي بغيتي، لا ما بغاش، قال لي راه بغيتي راه باقي ما بغيتش راه مشيت عند الطبيب. اسمعني اسمعني، شنو قلت؟ شنو هي شهاده توقف عن العمل؟ شنو هي توقف عن العلاج؟ شنو هي؟ تعرف باش تحول لعند طبيب اخر ولا لا؟ اي الله يعطيك ستار، هذيك من حقك. واش هذا الطبيب قطاع خاص ولا عام؟ والله خاص كاينك. غتقول له الله يجازيك بخير، انا بغيت شهاده بانك انت ما بقيتيش كتعالجني، هذا من حقي. ما بغاش يعطيها لي. غتمشي لعند المدير ديال المصحه، هذا حقك. كيفاش ما بغاش؟ حقك هذا. ما بغاش ميكاني بنتي خاطر بغيتي. المفروض بغي يعطي شهاده شفاء دكتور. لا ماشي شهاده، لا كيقول له بريتي. لا لا قول له، قول له اعطيني شهاده بانك ما بقيتيش تعالجني، وملي تاخذ داك الشهاده غادي تمشي لعند الطبيب اللي اختاريتي، هذاك الثاني اللي مشيتي عنده اللي عطاك شهر، وغيبقى هو كيعطيك شواهد ديال توقف عن العمل حتى يشوفك بانك قادر تستئناف العمل. ملي يعطيك شهاده استئناف العمل غتمشي عند الشركه ديالك وتقول لها شهاده الخدمه ديالي وغتدخل تخدم. الله يوفق سي عصام ولاباس عليك، بالشفاء ان شاء الله. دكتور انتهت حصه اليوم، مرحبا. الله يرحم والديك، شكرا. الى اللقاء دكتور. الى اللقاء.